السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباب وأصدقاء قناة اخترنا لك، معاكم تامر نبيل. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو بعد ما تشوفه، وما تحطش تعليقك إلا بعد ما تشوف الفيديو إن شاء الله. ولو كنت من المشاهدين الجدد ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. هنتكلم النهاردة عن تاني حالة من حالات الوفاة اللي دخلت موسوعة جينس، ومن الحالات الغريبة أيضا هو الرجل توفى بسبب لحيته. تعالوا نشوف حكايته. تعد قصة النمساوي الشهير هانز معروفة للبعض، حيث أن هذا الرجل قد لقى حتفه في عام 1567 بسبب طول دقنه التي وصل طولها إلى متر وربع، وقد شب حريق كبير في بلدته في النمسا، ولم يستطيع النجاة بسبب ذقنه التي شب بها الحريق، وكانت السبب في وفاته. وزي ما حضراتكم شفتم كده أن الرجل سبب وفاته هو دقنه الطويلة لما شب الحريق. طبعا كانت اول حاجه تمسك فيها النار، ومهما يجري طولها متر وربع هيوديها فين. وطبعا زي ما قلنا تعددت الاسباب والموت واحدا. وده كان فيديو النهارده، واشوفكم فيديو جديد. كان معكم تامر نبيل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.